وبمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية، قدم عدد من الضباط السعوديين الدارسين في الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني في مملكة البحرين التهنئة إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد بهذه المناسبة المجيدة. المملكة العربية السعودية هي مصدر تعليمي، هي راحتي، هي أماني بعد الله سبحانه وتعالى. عشنا على أرضها وتحت سماءها، وهي مهبط الوحي ومنبع الرسالة وقبلة المسلمين. السعودية هي الأم، وهي الحب الذي لا ينضب، وهي الحب الذي لا يضاهي أي حب بالنسبة لي. مملكة البحرين ما كأني غريب عليهم، كأني واحد منهم وفيهم. بالعكس، أنا ما أحس أني في بلد غريب ولا أحس أني في أي بلد ثاني، أنا أحس أني في بلد المملكة العربية السعودية، وبين أهلي وبين أصحابي وبين أخواني لله الحمد في مملكة البحرين الشقيقة. ففرحتي بالسعودية وفي مملكة البحرين هي فرحة واحدة لله الحمد. أول شيء تقدم بأسمائيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي كافة مناسبة ذكرى اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية. نسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالأمن والأمان.